اسمي صحر محمود. ايوه معلش عرفي نفسك صحر من الاول. صحر محمود الشامي من المحله الكبرى محافظه الغربيه. احنا بنيجي هنا من شهر 2 بنعمل اعتصامات، والشتاء جه علينا والصيف جه علينا، وقدمنا بلاغات لوزاره الخارجيه والمجلس العسكري ورئاسه الوزراء، محدش بيسال فينا. انا ابني اسمه مصطفى احمد البرادعي، معتقل هناك في السعوديه بقاله سنتين بدون تهمه بدون محاكمه، وهو العائل الوحيد بتاعي. والده متوفي وهو راح يسعى على رزق عيشه، راح مرجاشي بعد 4 شهور من سفره تم اعتقاله، حبسوه 6 شهور حبس انفرادي، ما عرفش عنه اي حاجه. بعد 6 شهور اتصل بيا، انت عملت ايه يا ابني؟ قال لي انا مش عارف يا امي عملت ايه. ولحد الان لا تهمه ولا محاكمه. ليه؟ ليه بيعملوا فينا كده؟ احنا مش عايزين بلدهم، ما احناش عايزين فلوسهم. السعوديه اللي داخلها مفقود والخارج منها مولود. انا عايزه ابني، انا وابني ملناش الا بعض، وانا ماليش الا هو، هو العائل بتاعي وهو حياتي. نعمل ايه؟ فين كرامتنا؟ حرام عليكم، حافظوا علينا اكتر من كده. عايزين المسؤولين بتوع البلد بتوعنا، ليه بتهاونين؟ ليه حقنا مهضوم ومهضوم كرامتنا ومهضوم قيمتنا في الدول العربيه؟ ليه؟ يا ماما حد رد عليك يا ماما من السعوديه او السفير المصري؟ ولا اي حد كلمنا. احنا اخر مره جينا هنا كنا الاربع اللي قبل رمضان، قابلنا السفير جوه، تكرم وتعطف علينا اخيرا، دخلنا وقابلناه. طبعا كلمنا باستهزاء وادانا وعود ان هو الكشف، احنا مقدمين كشف ب 50 معتقل، وعدنا انهم هيكونوا من ضمن ال 600 اللي تم العفو عنهم في خلال رمضان، وطلع طبعا زي عادتهم كدابين، لا كلمه ولا مله ولا دين ولا اي حاجه خالص. واحنا وعدناه طالما هو قال لنا هيجوا في خلال رمضان، احنا وعدناه ان احنا مش هنيجي طول رمضان. فاحنا دلوقتي جايين، فين كلمته اللي قالها؟ مش لازم يكون قد الوعد اللي وعدها لنا؟ رحت وزاره الخارجيه المصريه؟ رحنا وزاره الخارجيه اكتر من مره، حضرتك دي الوقفه ال20 لينا. احنا من شهر 2 بنيجي كل حد واربع هنا، وساعات كنا بنبات هنا ما بنمشيش، بنقعد بالثلاث اربع ايام. ولا حياه لما تنادي ولا حد سائل فينا، حتى اللي في بلدنا مش سائلين فينا. فاذا كنا احنا ما بندورش على اولادنا، البلد المسؤولين ما بيدوروش على اولادهم، يبقى اللي بره هيبقى قلبهم علينا ازاي؟ هيرجعوا لنا اولادنا ازاي واحنا ما بنطالبش بيهم؟ لكن ما فيش اي تهمه يا ماما وجهت اليه؟ بدون اي تهمه بدون محاكمه. بقالوا سنتين، اول ما سجنوه 6 شهور حبس انفرادي. شكرا. طلع عرف السجن اللي هو كان فيه والله. مصطفى موجود في سجن مباحث ابها. طب قولي لي معلش اسمه الرباعي والتاريخ مصطفى احمد البرادعي، بقاله سنتين بالظبط. يعني التاريخ مش متذكره بالظبط، بس هو من جماد تاني اللي قبل اللي فات. في سجن ابها معتقل بدون تهمه وبدون محاكمه. بيتم اتصال بيه عن طريق التليفون؟ بيتم الاتصال الاول، اول ما تم اعتقاله طبعا ما فيش 6 شهور ما فيش اي حاجه عنه، لما كان في الحبس الانفرادي اتصل بيا اول اتصال، قال لي هتصل بيكي كل اول شهر، بعد كده المكالمه بقت كل 15 يوم. شكرا يا فندم، شكرا.